كما أن هشاشة مدننا وأحيائنا حيال هذه الكوارث تفاقمت بسبب تمركز المدن الكبرى وتعميرها بشكل عشوائي وكثرة المباني القديمة بها والتعدي على محيط حماية المنشآت الحساسة والبناءات الفوضوية على ضفاف الوديان وضعف بل غياب نظام التأمين ضد هذه الكوارث. ورغم ذلك تتدخل الدولة فور حصول الكارثة لإصلاح أو إعادة تأهيل أو إعادة بناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا بشكل آني وآلي، حيث قدرت ميزانية الدولة المخصصة لعملية التدخل خلال سنة 2020 فقط لوحدها بأكثر من 30 مليار دينار جزائري.